السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى كتهضروا معايا في هذا لا فيديو اليوم. ان شاء الله غادي نحضر معاكم الدجيشه ولا البلبوله، المهم كل واحد وشنو كيقول ليها. انا يا هنايا دايره نص كيلو نتاع الدجيشه، المهم نتوما بغيتو ديروا كيلو جوج كيلو على حساب العدد الافراد نتاع الاسره. احنا بما ان زعما حنا قلاده غير نص كيلو، درتها هنايا في واحد البانيو ولا في قصعه وعوموها بالماء مزيان وخليوها هكا حتى تطلق ديك النخالة نتاعها ولا شي حاجة. المهم داكشي ديالها كلشي تصفر فوق. المهم غادي نوريكم الطريقة. الديشة راني خليتها في داك الماء دابا حتى يطلع داكشي كلشي اللي فيها الفوق، وغادي ندوز باش نصاوب المرقة، يعني غادي نسقيو بها الديشة. درت هنايا بصلة، المهم نتوما الا كنتو بزاف يعني دوبلو كتر على حساب شحال كاين عندكم في الدار. انا درت هنايا بصله، غادي نقطعها هكذا مرصويات كما كتشوفوا. انا قطعت البصله وقطعت طماطيش هكا مربعات، يعني ما بغيتش نطول لكم الفيديو. غادي نديرهم في الكوكوط. درت هنايا الدجاج، المهم الدجاج على حسابنا. غادي ندير واحد هاكا، ندير الزويته تخلطو زيت الزيتون وزيت الرومية، بغيتو ديرو غير زيت الرومية، المهم كل واحد شنو درتهم هنايا بجوج. غادي ندير الملح على حساب الذوق، انا درت هنايا واحد المعلقه صغيره. وغادي ندير زعفران، المهم عندكم زعفران ديروه، عندكم الخرقوم ديروه. انا ما بقالش الخرقوم، طيبت لي بزعفران. الصراحه ما كنطيبش بزعفران بزاف، بصح اليوم من ما لقيتش الخرقوم درت زعفران. وغادي ندير شويه تاع الابزار، يعني فلفله كحله. وغادي ندير هاد الشيء يتقلى، ندير الدجاج يتقلى على نار مهيله حتى يشرب كاع ديك العطريه. وهانتوما الكوكوطه اللي تتقلى، ها هي هادي نصفيها من الماء. هنا الخضره درت لفت المحفوره، درت خيز، درت لفت الحلوه، درت القرعه حمراء، درت بطاطا الحلوه والبطاطا العاديه. وغادي نزيد الفول واللي عندكم في الخضره، المهم ديرو. درت بطاطا الحلوه كتجي زينه في الطعام ولا في الدجيشه، كتطلق ديك الحلاوه نتاعها كتجي فنه. المهم راكم تشوفوا هنايا داك الشاي يطلق الماء نتاعو، الدجاج والبصله مطيشه اللي درت على نار مهيله. صافا ها هي كما شفتوا الدجيشه اللي صفيتها. غادي نديرها هنايا في الكسكاس، تفور ما غادي ندهنها ما والو، غادي نوري لكم الطريقه، يعني جد سهله وبساطه. يعني غير صفيتها من الماء، غسلتها مزيان وصفيتها، وغادي نديرها تفور. صافي هنايا الدجاج راه تقلى مزيان. غادي ندير لفت المره، كل واحد كيقول لفت المره، شي واحد كيقولها لفت الفوره. صافي غادي ندير العطريه سكنجبير والتحميره، وغادي نقدر الكوكوط نتاعي، نديرو الماء الى احتاجيتو تزيدو في الاخر تزيدو. المهم انا كندير الماء خطره وحده، ما كنبقاش كل خطره نزيد، كل خطره نزيد باش ما تجيش ديك المرقه يعني باسله صامته. ها هي الدشيش هنايا عاودت كتفور، غادي نخليها تفور مزيان، غادي نوريلكم بحالاش. ها هي بعد ما فارت كما شفتوا دخلها شويه طياب، غادي نقلبها. نتوما غادي تشوفوها بحال هكا، يعني لصقت ولا تقولوا تعجنت، لا يعني راه ما صار فيها والو. غادي نديرها هكا، غادي ندير لها شويه نتاع الزيت باش غادي نحلوها، وغادي ندير لها شويه نتاع الماء، غادي نحلو هاد الشيشه. انا راه باقيه سخونه ما قدرتش ندير يديا، غادي نحلها هكا بالمغرف. ها انتوما شوفوا راه ما معجنه ما حتى شي حاجه، يعني ملي غادي تشوفوها كتفوز تقولوا تعجنات
يعني وداك الما فيها وهذه يعني كثرنا على الماء. لا انتما كما كتشوفوا هي بدات كتحل، يعني الزيت راه كتحلها، كتجي رائعة الصراحة، نتمناكم تجربوها. شتي كتجي ها هي تحلات. المهم تجيش، انا عندي ماشي رقيقة ولا عندي متوسطة. صافي بعد ما حليناها بالزيت غادي ندير الماء الكافي وغادي نخليها تشرب واحد شوية ونعاودو نديروها تفور. شتوها هي كي ولات معزولة الحبة على اختها. شتو ما بقى فيها لا مال حتى شي حاجة. صافي غادي نديرها هكا تفور، نديرها في الكسكاس ونديرها تفور يعني كيما الطعام 3 خطرات. هنايا الفول راني دايرته غادي نديرو يتسلق، باش ما بغيتش نديرو في المرقة بوحدو مع يعني الخضرة لحقاش المرقة كتكحال. المهم بعد ما طاب الاخر الدجاج غادي ندير خيزو وبطاطا والسلاوي وبطاطا الحلوة والقرعة غادي نخلوهم الاخرين. ها هو بعد ما فات الدجاج المرة الثانية شوفوا غادي نرشها كذلك بشويه الماء. صافي ما غادي نديرو لا زيت لا حتى شي حاجه، غادي نرشها بشويه نتاع الماء ونخليها تاني تشرب ونديروها تفور. غادي نديرو الماء والملح، ملح على حسب الذوق. يعني كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي الماكله نتاعو مالحه، كاين اللي يبغي شويه. المهم انا رشيتها بالماء غادي نخليها تشرب ومن بعد نديرها تفور. راح تبقى سخونه نخليها تشرب مزيان عاد نديرها تفور. نتمنى ان شاء الله نكون كان نشرح لكم مزيان. شوفوا انا عندي بطاطا الحلوه قلت لكم خليتها هي الاخره، خيزو وبطاطا العاديه غادي نديرهم من يطيب الدجاج وديك اللفت المحفوره، وهذو غادي نخليهم الاخرين يعني القرعه وبطاطا الحلوه والقرعه الحمراء. غادي ندير عليهم دابا شويه سكينجبير وغادي ندير لهم شويه ابزار باش يعني تطلق فيهم ديك البنه. هو داك البزار سكينجبير المره الاولى درت شويه في الكوكوس، دابا غادي نزيد واحد الرشيشه. كما كتشوفوا راها طابت يعني ديك الخضيره تاعنا كامله. بعد ما سلقت الفول راني درته على الخضره باش ما تكحاش. صافي الخضره والمرقه والدجاج داكشي راه طاب. صافي كملنا الطفوان تاع الشيشه، غادي نديرو دابا في طبق تاع التقديم. غادي نديرو الشيشه ومن بعد نسقيوها يعني بالروه ونسد فوق الخضره، غادي نوريكم الشكل النهائي نتاعها. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، وما تنساوش اللي اول مره غادي يشوف القناه نتاعي يشترك عندي لي جيم وابوني وتفعيل الجرس بس ديما يوصلكم الجديد نتاعي. وها هو الشكل النهائي نتاعها، وما تنساوش دريا جيم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.